بين وزارة الطلبة وبين المدرسة الوطنية. تدخيل مفاهيم النوع الاجتماعي هاي أنا بتصورها نقلة نوعية. نقلة نوعية، بس كمان هاي النقلة النوعية تجي شيء اعتباطاً وارتجالاً، تجي إيمان. إيمان من اللي ساعد وساهم ودعم بتدخيل هاي الفكرة. إيمان من أخي موسى على وزير اللي كانت معني إنه هاي القضايا كيف ندخلها في كل تدريباتنا الوطنية عشان إحنا نعتبر إنه مرأة ورجل إذا زيادة، عشان إحنا نفكر كيف نبني مع بعضنا ونساعد مع بعضنا. أعتقد هذا مستوى أول، لأنه أنا شخص مقتنع شمولية المعرفة وليس جزء من المعرفة والخبرة العميقة. الآن الدورة كانت في إطار تمكين المرأة في مجال النوع الاجتماعي. المرة القادمة ممكن نعمل ليفل ثاني، كيف نعمل دورة في القيادة فقط اللي ممكن يساعدنا على ماذا؟ على رفع نسبة مشاركة المرأة في الدولة في المواقع القيادية وفي الفئة العليا.